أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. لا احنا السيدة هذه واحد السيدة كانت اكثر كثيرا الى بنتيران، وهذا طبيعي لانه شاركت في عملية تحرير المغرب، وبالتالي كانت عندها واحد تكوين سياسي واللي كانت فاهمة الاوضاع في المغرب، وبالتالي كانت كتعطيهم نصائح وكتذكروا المغرب واحد العدد ديال الاشياء. انا كان لي الشرف نتعرف عليها واحد جوج او ثلاثه من بعد عند الساعه الثانيه، ولاحظت كانت اولا مريحة خير من عدو الى لانه مع الحسن الشديد الناس بغاو كاع المراحل غدا مع الحسن، ولذلك كانت تعرفت على مرأة فاهمة الأوضاع وفاهمة كيف كيتمشى المغرب، وبالتالي لا مما لا شك فيها أنه غتأثر في عبد الإله بن كيران الوفاة ديالو، ولكن إنا لله وإنا إليه راجعون.